عملوا فيرمينو والرصيع الهدف الاول عالمي يا ليفر عالمي مطلق الليفر وشي طول واحد سفر الديرانجا البارحه صلاح واليوم ساديو ماني ومستعمراتك السابقه هي من رفعت راسك يا ليفربول واحد بلاش ولا من السنغال مستعمره فرنسيه واحد سفر والاروع شوف الكره عند ريكارنود ارنود فيرمينو خدمه كبيره يعطي كره مع صلاح خدمه اكبر يرجع فيرمينو يسنتر يضرب الراس ويحط والكره في الشباك واحد سفر لليفربول البطل يمر من هنا هدف عالمي للديرانجا العالمي لبالوندور افريقيا يضرب فيها راح فيها والثاني والهدف الثاني راح فيها كيبا راح فيها تشيلسي راح فيها فرانكي لامبارد ثالث مواجهه مع يورجن كلوب وثالث هزيمه هذا محقق لقدوم وشتوت